وايه رايكم بقى في مداخلات الساده الجمال الشعب المصري الجميل؟ وايه رايكم بقى لما انا الاقي طبعا زميله اعلاميه من قناه دريم الفضائيه؟ مرحب بيكي. اهلا وسهلا. الاعلاميه ريم منوره الدنيا. انا شايفاك بتشتري اهو وبتشجعي الاعلاميه. طب نبص كده نقول لسه ما كنتش اشتريتي ايه اللي عجبك هنا؟ الله رمضان كريم عليها. رمضان كريم بيقول في مصر وفي مستورد. ده انا محل محل انا شايفه عرايس جميله وطماطم ورمضان كريم ومش عارفه مين ده بصراحه. طب ما تيجي. لا ده مش بوجي. تيجي لو بوجي ده ازعل قوي على فكره. لا لا بوجي بس شكله مش عارف. طب اقول لك ايه؟ ايه رايك في القوانين دي؟ ريم في قناه دريم يعني عامله لي عامله ساجع. ريم في قناه دريم منوره يا استاذه ريم. ايه رايك في فانوس رمضان؟ لسه الناس بتشتري الفانوس ولا بقت عاده خلاص؟ يعني الفانوس لو انا اشتري الطراز القديم حلو جدا احسن من الحاجات الحديثه. لذيذ قوي الطراز القديم. انا لسه كنت مع شماعين يعني كنت عامله معاهم لقاء فبقول لهم زمان كان في الفانوس اللي بباب وبتحط فيه شمع حقيقي مش الشمع اللي طالعه دلوقتي. فانا ما بقتش اشوفه خالص. لا بس موجود يعني هو في منه هو حاجات موجوده اللي بيتحط في شمعه ده الحاجات بص يا سيدي. الله بصوا يا جماعه الفانوس ده انا بحبه قوي يا سيدي. ايه فاكره الفانوس ده؟ ايوه ايوه بقعد العب بيه في الشارع والبس الحراتي. الحاجات القديمه بتاعتنا تحفه حلوه قوي. يعني انت تحبي الفانوس ده؟ احب الفانوس ده للحاجات اللي طالعه الصيني. الصيني والاغاني ملهاش روره. الحاجات المصريه هي مفيش. انت بتحسي انها لعبه؟ انا بحس والله ان الفوانيس لعبه اطفال مش فانوس. ده الفانوس الاصلي. الحاجات اللي بتعبر عن رمضان الحاجات اللي بهجه رمضان. طب ايه رايك في المسحراتي ورمضان؟ طبعا اجمل حاجه المسحراتي. ونفطر ونتغدى تعب الليل الفجر خلاص صلاه الفجر. تيجي هنا وتتسحري بقى وتعيشي الاجواء الرمضانيه. الاجواء الرمضانيه حلوه جدا. انت جايه هنا تتسوقي النهارده؟ جايه اشتري حاجات. جميل. احنا سعداء قوي ان احنا قابلناكي طبعا الاعلاميه ريم من قناه دريم الفضائيه منورانا منوره الدنيا كلها. وميرسي ليكي ونتمنى لك تسوق ممتع وسعيد في الحي الخيامية. قولي بقى للناس كلمه يلا كده قبل ما تمشي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. والعيد سعيد كمان. عامه العيد كلها بتجري. وباي باي من دي يا استاذه ريم. تعالى بقى انت كده احكي لنا بقى ايه حكايه الفانوس معاك. بص اول ضحكه احلى حاجه يا جماعه في الحسين الضحكه الجميله. الشباب الجميله دي مهما كانت من ظروف مهما كانت من ضغوط احنا هنضحك وهنضحك عشان نبقى في رضا عن نفسنا عشان نقدر نعيش ونستمر الحياه. الصحف لما تيجي تبص تلاقيها ماشيه ولا واقفه؟ ماشيه. على فكره هي بتبقى واقفه بس انت بس متهيألي ان هي ماشيه. يبقى عشان كده الانسان لازم يتقدم ويقدم خطوه لقدام ما نقدمش خطوه. ايه رايك في فانوس رمضان بقى؟ لا جميل. في شراء ان شاء الله؟ ان شاء الله. يعني احسن حاجه جديده كمان سيف سعيد. طب ايه اكتر اقبال على ابو شمعه ولا لا ابو شمعه؟ طيب نطلع نسمع اغنيه.